نروح نسمع كابتن النادي الأهلي الحارس الكبير محمد الشناوي قال إيه قبل هذه المباراة ونرجع نكمل كلام. طبعا احنا اول مره نحط في الموقف ده اللي احنا في شهر بنلعب 3 بطولات زي ما الراجل قال احنا الفتره اللي فاتت في ناس بتروح منتخب وفي ناس لعيبه دوليه بتروح المنتخب والفتره اللي فاتت دي لعبنا ماتشات كتير بس اللعيبه اللي موجوده وكبيره بنقعد مع بعض بنتكلم احنا على طول محطوطين في النادي الاهلي على طول دايما بنتحط في بنعرف نلعب تحت ضغوط كويس جدا وعلى طول بنتحط اللي بيجي النادي الاهلي عارف ان النادي الاهلي على طول بيتحط في بطولات كتير واحنا بنقعد مع اللعيبه بنتكلم معاهم في النقطه دي كويس وخلاص زي ما احنا اي فرقه بنيجي بنلعبها بنحترمها بشكل كويس جدا اي فرقه طبعا العين فرقه كبيره جدا بطل اسيا اكيد احنا عارفين الكلام ده وبنحترم كل الفرق كبيره وصغيره عشان كده احنا بنفكر خلاص في الماتش بتاع بكره بس اللي فات خلاص نسيناه ونفكر في بكره وبطوله جديده واللعيبه عارفه الكلام ده مركزين ان شاء الله بكره ومحضرين بشكل كويس. اي اعلام في بلد يعني بلد الامارات طبعا يعني بيتكلم على فرقته كويس بيدعمهم بيحفزهم وده حق مشروع يعني ليهم يعني في الاول وفي الاخر بس في الاول احنا نفكر في نفسنا وعندنا مباراه كويسه بكره مع فرقه كبيره اكيد طبعا في وسط جمهورنا اكيد المباراه هتبقى صعبه جدا يعني عليهم. اول حاجه طبعا احنا بالنسبه لنا المباراه بكره مباراه وبطوله بس احنا عامه بنفكر في النهائي يعني ان شاء الله يعني ده هدفنا وده اللي احنا بنتكلم فيه من اول ما بدانا رجعنا على طول من ماتش السوبر المصري احنا بدانا نتكلم في الموضوع ده بس احنا دايما على طول من السنه اللي فاتت بنتكلم ان كل ماتش بماتشه ناخد بكره ماتش بتاع العين ربنا يكرمنا فيه اللي هنكسبه عشان نطلع على الماتش اللي بعديه عشان نوصل النهائي وده هدفنا ان شاء الله اللي احنا نوصل النهائي وعايزين نعمل تاريخ زي ما انت حضرتك بتقول تاريخ للعيبه دي اللعيبه دي عامله تاريخ كبير جدا عايزين ان شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا اللي احنا ناخد البطوله دي ان شاء الله.